السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير في أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل روتين مع بعض. الروتين دوت في إيه؟ هنزرع فيه خس زي ما أنتم شايفين كده، وهنشوف مع بعض الزرع بتاعنا وصل لغاية فين. ما شاء الله امبارح جينا عملنا خط كده، يعني إحنا كنا جايين العصر فالجو ليل شوية، فقلنا نعمل خط النهاردة وخط بكرة بإذن الله. فأنا جاية النهاردة أزرع معاكم كده خط خس وأقول لكم أنا عملت إيه. يلا بينا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونحط لايك للفيديو. عايزاك توصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه. ويلا بينا مبدئيا كده يا جماعه. قبل ما نبدا الفيديو انا بشكر كان في حد متابع كده على القناه كان قال لي مش هيعمل خس وزراعي. فعلا انا بشكره والله العظيم ان هو يعني ايه جاب الفكره دي في دماغي. فانا قلت فعلا المكان واسع وما شاء الله يعني فيه يعني مكان فوائد كتير، طب انا ليه ما اجيبش وانوع ومش عارف ايه. كان في حد قال هاتوا كرومبو ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. فعلا والله يا جماعه انا بشكركم من كل قلبي، لان انتوا بتفتحوا عيني على افكار كويسه جدا. كل الحاجات اللي انتوا بتقولوها ديت دي حاجات مفيده للبيت، ويعني زراعتها برده هتبقى كويسه. كل الحاجات اللي احنا زرعناها ديت كلها حاجات مفيده. ده كده اهوت احنا عملنا الخط ده طوالي زي ما انتوا شايفين اهو، وده الجرجير بتاعنا ما شاء الله يعني اسبوع كده كمان يتاكل منه. بس هو بقى للاسف البقره اللي في الوسط ديت دي يمكن علشان الشمس ما بتوصلهاش، علشان كده تحس ان هي ضعيفه شويه. اما الجرجير ما شاء الله يعني خلاص بدا يطلع كلاته اهوت، وما شاء الله يعني بدا يكبر برده. كل الحاجات دي باذن الله يعني كلاتها مفيده وهتفيد البيت باذن الله. الكزبره برده ما شاء الله يمكن لو انتم شايفينها معايا في الكاميرا بتكبر يوم عن يوم، كلاتها ظهرت اهيت. فاحنا بقى جايبين الخس ده اول خس بقى احنا ان شاء الله هنزرعها برده معاكم. وفي نفس الوقت في الفيديو دوت يعني ان شاء الله اليوم بتاعنا هنقضيه هنا، جايبين برده هنا فراخ ومتبلينها وهنشويها على النار والحاجات دي كلها. ده كده بقى النار قايده من زمان اهيت، وعملنا الفحم كلته جاهز ما شاء الله كلاته. شايفين بقى شكله عامل ازاي. فانا بقى دلوقتي هنحط بقى كده الايه السبع على النار، اللي قصدي الشبكه كده اهو. ده يا جماعه بقى احنا عاملين تتبيله كويسه جدا للفراخ ما شاء الله، يعني التتبيله الوحيده كده تخلي طعم الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. النار اصلا حاميه وشديده يعني مش هتاخد معانا وقت على النار ولا حاجه. انا قلت كده نحطها على النار عبال ما ازرع معاكم الخس يكون هي استوت. قبل كده قلت لكم يا جماعه الفراخ كتير، يعني ايه انا على طول اما باجي المكان دوت بام يا اما بجيب سمك يا اما بجيب فراخ على طول. الفراخ عندي كتير يعني ما شاء الله بزياده، لان طبعا انت عارفين ان احنا بنربيها ويعتبر ما بنحبهاش الا وهي مشويه. حطينا الفراخ، هنسيب الفراخ تدي مع بعضها كده او تدي مع نفسها كده لغايه ما نخلص زراعه خالص. دلوقتي احنا عاملين خط اهوت زي ما انتم شايفين طوالي. الخط دوت هيزرع برشتين كده من هنا لغايه الباب، بس انا سايبه يجي حوالي متر كده علشان الباب يفتح يبقى مرتاح، يعني هو بيفتحه كده. فاحنا دلوقتي جايبين الميه اهي، هنحطها دلوقتي نوات علشان الزراعه. وراكم برده الخط اللي احنا زرعناه امبارح اهو هناك اهوت، شايفين ما شاء الله زرعناه زراعه طويله اهي من عند برده الباب بتاع العشه اللي هناك ديت لغايه الاخر في الدوران ده كده. الخط اللي احنا عملناه دوت ده ان شاء الله هنزرعه من الجهتين الاثنين. فالميه اهيت. وعلى فكره يا جماعه انا عارفه والله في ناس كانت بتقول هاتي خرطوم يا مشيماء، بس ما فيش هنا خرطوم يا جماعه. اللي هنا انت عارفين طبعا احنا هنا فوسط غيطان، اللي هنا ترومبو، والترومبو انا بملي منها بالجيركن كده بالجيركن كده اهوت، وبنسقي عادي يعني. الميه بقى بتسحب لوحدها طوالي زي ما انتم شايفين كده. هو ما شاء الله جيركن كبير يعني بيكفوا ويكفوا. لو انا بس مليته مرتين اثنين هتبص تلاقي روى الحته دي وزياده كمان اهو. شايفين الميه بقت عامله ازاي؟ وصلت للاخر هناك اهي. هو جيركن واحد بس يكفي قوي. ده بقى كده يا جماعه اهوت الخس دلوقتي بنزرعه زي ما انتم شايفين كده. هو هنزرع الخط طوال. الخس دوت بيجي صغير كده بيتباع، يعني بيتباع زرعه صغيره كده بتباع في السوق، بتباع في الارض، في اي مكان.
بس يعني لو انتوا حابين تجيبوه يعني هو اصلا ده جايبينه من السوق زرعه كده. الزرع كده الفرق ما بينه وبين بعضه كده يا دوبك اقل من شبر، حاجه بسيطه كده. هو دلوقتي كده بيبقى تحس ان هو نايم كده، وبعد كده تصبح الصبح تلاقي بسم الله ما شاء الله تلاقي بقى الحصايه وقفت كده وغدرت وبقت حلوه. حتى في الجهه الثانيه لو انتم ملاحظين اهوت في برده دوره طلع شيطاني. الدوره دي الدوره دي يا جماعه كده انا لقيته طالع لوحده، هو زي ما تقولوا المكان كان فيه دوره ولا حاجه او حد كان مفرط فيه دوره، فما شاء الله لقيته كده طالع يعني ايه شيطاني كده لوحده. فهو بقى كده كده طالما الخط دوت هيتزرع وهيتروح هتبص تلاقي الدورة دي يكبر ويعلى لوحده كده، هيبقى ما شاء الله حلو قوي زي الفل. وباذن الله يعني هنزرع برده هنا خط دورة، الدورة برده يعني هينفعنا برده في اكل الطيور. كل حاجه احنا بنزرعها في المكان دوت لها فايده وبتبقى مفيده ان شاء الله. يعني ان شاء الله برده يا جماعه الناس اللي هي بتقول ازرع كرنب وكده، ان شاء الله برده هنزرع طماطم وهنزرع فلفل وهنزرع كل حاجه باذن الله. عندي بس الخضار ده هوت ما يكبر ويتشال باذن الله تلاقوني زرعت مكان الخضار دوت حاجات كتير جدا. هي نعم هتبقى بكميات قليله شويه بس هتبقى كل حاجه هتفيدنا يعني هتبقى مفيده للبيت. الميه اهيت ما شاء الله يعني يعتبر مشت في المكان كله، حتى لو الشرب او الارض شربتي برده هحاول ان انا ازودها تاني. ده كده يا جماعه الزراعه بتاع الخص، هي بتبقى بالشكل ده كده، شايفين الخصيه بتبقى عامله ازاي؟ هي بتبقى كده بالشكل ده، وده الجدر بتاعها ده بقى لازم بيجي صغير ما بيزرعش وهو كبير، لا لازم بيزرع وهو صغير بالشكل ده كده. شايفين حتى يمكن اهي اكبر حاجه فيها بتبقى عامله زي دي كده زي دي كده. فدلوقتي بقى هنكمل الزراعه اهي، وبعد ما اخلصهم ان شاء الله انت هتشوفوا برده هتشوفهم معايا برده باذن الله. شايفين بقى كده زرعناه طوالي خالص من اول الخط لاخر الخط، وهنيجي برده داير ما يدور بالشكل ده كده، يعني هيبقوا القلبيتين مقابلين بعض الخطين مقابلين بعض بالشكل ده كده، وبرده هنوصل بهم للاخر هنوصل برده للاخر زي ما انتم شايفين لاخر الخط كده لغايه ما يخلص الزرعات الخاص اللي معانا دي كلها. ان فات حاجه ان شاء الله لو فات حاجه هنحطها برده في قلب الخضار. اهو بالشكل ده كده في القلبيه اهو. تعالوا بقى كده يا جماعه نقلب هنقلب بقى الفراخ شكلها كده يعني ما شاء الله بتهيألي كده اهو. شايفين عملت ازاي؟ ما شاء الله بدأت ان هي تاخد لونها اهيت. هي كده كده ما شاء الله يعني النار تحتها حامية جدا يعني هتستوي على طول في ما فيش. فتعالوا بقى كده نكمل بقية الزراعة على ما الوش التاني يستوي وكده احنا خلصنا زراعة. وده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى خلصنا الخطين الاثنين زراعة هما، حتى لو لما هما زرعوا بسم الله ما شاء الله بقى شكلهم جميل جدا. معلش الدكر الوز ده عامل ازعاج شويه، فباذن الله يعني احاول ان انا اجيب رقبته على القريب ده وان شاء الله يا رب تربيه جديده يعني ما تقلقوش عشان الصوت ده تاني صوت مزعج، وطبعا المكان ده فيه حوالينه جيران وانا مش عايزه الهيصه يعني اي حد يشتكي من الهيصه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله يعني اقلع لكم واحده كده تشوفوها. ده يا جماعه الجرجير اهو اللي احنا زرعناه. يعني خلي بالكم هي بس الحاجه مجرد ان انت بتزرعها بايدك كده وتحس ان هي طلعت قدام عينك ده بتبقى لوحدها يعني بيبقى احساس حلو، او يعني تحس ان انت نجحت في حاجه او عملت حاجه كويسه حاجه مفيده للبيت ده بتبقى حلوه قوي. فبرده تعالوا نشوف كده مع بعض الكزبره اهي. شايفين يا جماعه دي الكزبره اهي طالعه كده ايه يعني بتطلع كده مجموعه كبيره كده مع بعضها. دي بقى ايه مش بتتقطع من جذورها كده لما بتيجي تاخدي منها، لا هي بتتحشي كده على اساس ان هي تطلع دفعه ثانيه. فهي ان شاء الله برده يعني هي طلعت طوالي اهي، هي برده هتتروي ان شاء الله علشان برده ايه يعني لما بتتروى بتجهل بسرعه وبتكبر معاك بسرعه، لان انا حاسه كده ان الارض بدات تنشف. فان شاء الله هنجيب لها برده كده جرده الميه وهنروي. خلاص خلصنا زراعه زي ما انتم شايفين، والفراخ طبعا على النار اهيت اهي في السوا. المكان اللي احنا بنقعد فيه كنسناه ونضفناه زي ما انتم شايفين كده، هنرشه بقى ميه وباذن الله
يعني خلاص احنا كده خلصنا، هنتغدى بقى ونفرش في المكان كده ونقعد، ونقعد بقى في الهوا كده زي ما انتم شايفين، وبعد ما نخلص بقى باذن الله هناخد بعضنا ونروح. وده كان اليوم بتاعنا. دلوقتي بقى كده يا جماعه خلصنا خلصنا الزراعه وخلصنا الغدا بتاعنا وجهزناه زي ما انتم شايفين كده، بألف هنا على قلوبكم يا رب. زي ما انتم شايفين عملنا شيبسي وسلطه طحينه وكاتشب ومخلل وفراخ مشويه وعيش طري. ما رضيتش اعمل بقى لا مكرونه ولا حاجه علشان ناكل بقى كده ايه عيش طري. تمام، يبقى احنا كده دلوقتي خلصنا، تعالوا بقى كله معانا. بألف هنا على قلوبكم يا رب. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.